شيوخ الطيور. هذا نعام. نعام هذا نعام 2000 درهم. 2000 درهم. ها هاي نوره. هذا انا هون في سوق الطيور والنواشي في الشارع. انا من الماركت هير ان شارجه. تعال نوره. اوه تعال ابو زينك نحكي انا. نعم يلا طيب يلا شوف هذه هون. شوف تعال نشوف هذا السوق كامل. هذا كله طيب سألني شوف. السلام عليكم. كم السوس هذا الواحد؟ 3 حبة 10. 3 حبة 10. بس تصير كبير. تصير هيك تصير كبير. هذا تصير دجاج. طيب بكبر.